الله يرحمه والوالدة ويغفر. كمان يعني ربنا يقويها. هي بقى طنط عرفت بعدين بعدين. بعد ما خلصت. طيب لحظة واحدة، يا ريت نشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مساء الخير. أنا يشرفني إن أطلع في البرنامج ده النهاردة، وهي مفاجأة لعماد ما يعرفش. أنا بعتها له كده هدية، ومش عايزة أقول لكم عماد ابني ده بالنسبة لي إيه. عماد ده ابني الكبير وأخويا وحبيبي، بار جدا بأبوه وأمه، وربنا يهدي سره يا رب، هو ودعاء. ودعاء دي حبيبتي برضه، بعتبرها بنتي بالظبط. ربنا يهدي سرهم ويخليلهم ولادهم ما شاء الله على ولادهم، نعم الأدب والأخلاق. ابني عماد مربي ولاده أحسن تربية، وهو جميل ومؤدب ومحترم، والناس كلها بتحبه. أنا شهادتي مجروحة فيه، بس فعلا ابني كده. كفاية إنه ما يعرفش ينام بالليل ولا يحط راسه على المخدة إلا ما يطلبني، يطمن عليا، يقول لي إزيك يا أمي، ده عندي بالدنيا، كفاية دعواتي ليه. ربنا يخليهولي يا رب، وما يحرمني منه، ولا هو ولا هو إخواته وأولاده، ربنا يخليهم لي كلهم. مع السلامة. حصل طنط، دي أحلى مفاجأة النهاردة. ربنا يخليها لك، يعني رهيبة مفاجأة. بس الحقيقة دعاء كانت عظيمة أوي. يعني أنا عايز أقول لك، أنا اكتشفتها في المشوار، كنت متابع يعني الوضع الصحي والحالة لا ما أنا بقول لحضرتك، أنا دعاء اكتشفتها. أنا شفت إن دعاء ما كانتش بتسيبك في المستشفى، لا ما كانتش بتخرج غير وقت يمكن تصوير البرنامج. بس في يوم من الأيام الحقيقة دعاء هزت الرأي العام كله. ده يوم لما كتبت البوست الشهير اللي كتبته عنك، اللي بتطلب فيه الدعوات لعماد. البوست ده أثر في ناس كتير جدا جدا. يعني هو كان يوم صعب جدا، كان يوم صعب. أكيد مريت بمواقف صعبة، احكي لنا يا دعاء. احنا الموضوع بتاع عماد كان سيفير قوي، وهو كان لأنه هو جراحة، يعني هو مش معتمد على أنه بياخد دواء بس، لا ده هو جراحة. فمشكلة عماد أنه هو عمل يعني عمل كل جراحة يعملها يحصل له فيها كل المضاعفات اللي ممكن تبقى محطوطة في كتب الجراحة، يقولك في احتمالية حدوث مضاعفات كذا تحصل له كلها، يعني تحصل له كلها. فلما يعمل عملية يقوله ده انت هترتاح بقى، الألم هيروح خالص، يقوم الألم يزيد فيحصل. يعني بص أنا يعني احنا دخلنا في قصص، يعني كأنه مثلا إيه، كانت سنة أو سنتين هو كانت كابوس. صعبة، هو الحقيقة كان كابوس ما بيخلص. عايزين نفتكره الحمد لله أنه هو عدى، تخلله أحداث يعني وفاة أخت الله يرحمها مثلا، جالي دورين كورونا. لا كورونا دي بقى اللي كانت إيه، يعني آخر دور كورونا ده كان لا 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 أنا كنت وأنا اللي كنت قاعدة بيه لوحدي طبعا، وبعيط وممنوع يطلع من البيت يروح مستشفى، لأنه ده مريض كانسر ومفيش مناعة، فبس لو خرج من البيت مش هيحصل. طيب فأنا بعالج جوزي من الكورونا لوحدي، وأنا أصلا كل صحابي طبعا عارفين وعماد وكده، أنا ما بعرفش أخد أدويتي أنا في مواعيدها. وهو ده بقى كان الاكتشاف الحقيقة يعني صراحة. دعاء كان في الفترة دي لا كانت شاطرة، يعني عارفة المواعيد، الأدوية، الأشعة، التقارير، المتابعة مع كل الناس. أنا قلت دعاء هي هتحتاس، وده طبيعي، هو أي حد مكانها بالمفاجأة دي هو لازم هتبقى مرتبكة مش عارفة تعمل ايه. بس انت كتبتي قلت ان المسكنات في شنك، وانها ما اثرتش، وانها ما قدرتش ترحمه من الالم اللي هو عايش فيه وبيحس بيه. المسكنات انت في انا اكتشفنا بقى في الرحلة الطويلة ان في عيادات علاج الام، يعني حضرتك بتروح لدكتور عشان يعالج لك الوجع، بس هو مش بيشخص عنده ايه، هو انت عندك وجع ايه، فيفضل يديله في حاجات يعني ما حدش يتخيل ان ممكن مريض يعني يستحمل الحاجات دي. لو حد سليم خدها يبقى مدمن، قالوا لي لا، هو الحاجات دي بتدخل على البقرة بتاعه الوجع، الألم، فالبقرة دي بتمتصها فما بتمشيش في الجسم، يعني هو لا يدمن، هو مش حاسس، مفيش اي احساس، هي يدوب بتسكن بقرة الوجع. فطبعا احنا انا بقول لك احنا ما كناش بننام، يعني في سنة هو ما بينامش، وانا بطبيعة الحال هنام ازاي ولا هسيبه ازاي. هو كمان كنا عاملين عملية تغيير مسار حاجات كده يعني، فكان متركب جهاز على بطني، فده كان بيخليني ما اقدرش انام، يعني ما اقدرش انام زي الناس الطبيعية، ما اعرفش انام على جنبي،
ولا على جنب التاني، فبضطر ان انا انام على ظهري زي ما انا كده نص نومه يعني رافع ظهري وانا قاعد كده. فقعدت تقريبا 9 شهور بالوضع ده.